السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا النهاردة مع تابعين جليل، يعني زي بيسموه كده، يعني في كل حاجة تلاقيه، يعني كان لا يرى إلا إما مصليا أو صائما أو تاريا لكتاب الله أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى أو مجاهدا في سبيل الله، إمام علم، إمام رباني، هو الإمام محمد ابن واسع الأزدي رحمه الله رحمة واسعة. قال أحد أصحابي: ما رأيت أحدا قط أخشع من محمد ابن واسع. كان الحسن رضي الله عنه ورضاه كان يسميه زين القراء. يا سلام، تخيل بقى حضرتك رجل في المواصفات دي كلها، في العبادة تلاقيه، في الذكر، في الطاعة، في أي حاجة، في الجهاد في سبيل الله، في البذل، في العطاء، ما شاء الله جوكر في كل أنواع العبادات رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نبدأ القصة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا الآن في زمن خلافة سليمان بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة، وكان في عهده كان في قائد الجيوش الإسلامية، كان رجل يعني عظيم جدا، وكان له فتوحات عظيمة، اسمه يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة فكره كله عايز ينشر الإسلام، نفسه أن ينشر الإسلام بين البلاد وبين العباد، فقرر أنه يجمع جيش، قوام الجيش دوت 100,000 مجاهد يريدون الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفكر أنه يفتح بلاد اسمها جرجان وطبرستان ويدخلهم في الإسلام. وبالفعل يعني جهز جيش من 100,000 غير بقى الناس اللي هم تطوعوا، وكان على رأس المتطوعين الذين يريدون الشهادة طبعا زين القراء وعابد البصرة وتلميذ أنس بن مالك اللي هو محمد ابن واسع الأزدي. نزل الجيش ووصل لحد حتة اسمها دهستان. دهستان ديت كانت مجموعة من الأتراك، وكان جيش قوي جدا جدا لا يقاوم، جيش يعني لم يهزم قط. وبدأ المسلمين يخشوا في هذه المنطقة، بدأ الأتراك يخرجوا من الحصون ويحصل منازلات ما بينهم ومناوشات وقتال طول النهار، وأول ما يتعبوا يرجعوا الأتراك يتحصنوا في الحصون بتاعتهم والمسلمين يرجعوا للمكان اللي هم استقروا فيه. وكان طبعا معهم محمد ابن واسع الأزدي. وجود محمد ابن واسع يا جماعة كان ليه أثر عظيم جدا جدا في رفع الروح المعنوية للجيش الإسلامي، وده اللي احنا حسيناه قوي لو تفتكروا في الفرق بين نكسة 67 وبين انتصار 73. لو حضراتكم فاكرين ان في نكسة 67 كان الجنود كان حياتهم عبارة عن ايه، عمالين عايشين مع اغاني ام كلثوم وعايشين على كذا وعلى كذا وعلى المعاصي وعلى يعني سبحان الله كان في بعد شديد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. انما في 73 الموضوع انقلب تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، فطن الجيش المصري لهذه المسألة وبدأوا يبعثوا لهم مشايخ افاضل اجلاء يذكرهم بالله ويذكرهم بفضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجهاد والدفاع عن البلد وعن العرض وعن وبدأ الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى قتاله في يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة 73 بصيحات الله أكبر، وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان محمد ابن واسع الأزدي كان على طول بيرفع روح المعنوية للجيش، عمال يذكرهم بالله وبالجنة والآخرة والحور العين وفضل الشهادة والجهاد في سبيل الله وفضل ان احنا نعبد الناس دولت لله او على الاقل ما رضيوش يؤخذ منهم الجزية الى غير ذلك. يعني كل ما في الجهاد خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك كان قائد الجيش يزيد بن المهلب بن ابي صفرة قبل ما يبدأ الجهاد مباشرة يبص لمحمد بن واسع ويديله اشارة، فاذا بمحمد بن واسع يقول في وسط الجيش: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. فيبدأ الجيش يخش بفضل الله سبحانه وتعالى كالأسود، يعني ما شاء الله في الجهاد عندهم حمية وقوة عجيبة جدا. بفضل الله سبحانه وتعالى جه في معركة بالمعارك ديت طلع واحد من الكفار من الأتراك، يعني واحد طلع منهم ويعني كان جسمه ضخم جدا حاجه كده ما شاء الله دولاب يعني، فطلع وراح ايه مشي بقى يتباهى كده بين الصفوف وبيختال في نفسه كده، حاسس بقى ان هو قوي جدا، وبص للمسلمين بشيء من الاحتقار وقال: من يبارز؟ مين يقدر يبارزني؟
فالكل سكت لانه بقول لك حاجه يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يعافينا. فالمهم فاحجم الناس جميعا وسكتوا وهو عمال يكرر الكلمه وكان فيها اهانه كبيره قوي للمسلمين. من يبارز من يبارز؟ ما حدش عايز يرد. وفجاه طلع محمد بن واسع الازدي رغم ان هو كان شيخ كبير في السن، كان رجل كبير في السن، ورغم ذلك طالع يجاهد والشباب احجمه هو الذي تقدم وقال أنا أبارز. في اللحظة دي شباب المسلمين حسوا بشيء من الإحراج وشيء من الخجل، إزاي إن هو شيخ كبير في السن وهيطلع يبارز واحد زي دوت وإحنا شباب وفينا القوة وفينا الصحة وفينا الشباب ومحدش فينا قادر يطلع؟ فإذا بشاب من هؤلاء الشباب خدوته الحمية وراح طالع وداخل على محمد بن واسع وقال يا إمام سألتك بالله أني أنا الذي أريد أن أبارز هذا الرجل. قال له يا بني، قال له سألتك بالله، خلاص سيبني بقى أنا أخش إيه يعني أجاهد وأبارز هذا الرجل. فما كان من محمد بن واسع إلا أنه عمل إيه؟ رفع أيديه للسماء وبدأ يدعي له، اللهم انصره، اللهم أيده، اللهم يسر له النصر، اللهم الله، قعد يدعي دعاء جميل جدا. فالشاب كان بقى يعني زي ما قلت لك كده إيه؟ روحه المعنوية بقت في السماء لما عرف، لما سمع بنفسه إن محمد بن واسع الأزدي الإمام الزاهد العلم زين القراء هو اللي دعا له بنفسه. دخل الشاب دوت على رجل الترك دوت وبدأ يحصل ما بينهم مناوشات وصولات وجولات، قعدوا حوالي ساعة يضربوا في بعض، ده يضرب ده وده يضرب ده ومحدش فيهم عارف يوصل للتاني خالص، لحد ما مرت ساعة والاتنين بلغ بيهم الإعياء مبلغا، تعبوا جدا محدش قادر خلاص. وفجأة كل واحد منهم ضرب التاني ضربة بالسيف على راسه، ضربة المسلم شقت راس التركي نصين، وضربة التركي جت على الخوزة بتاعت المسلم ووقفت، فالسيف اتعلق بالخوزة وما وصلش للمسلم. فرجع هذا المسلم وهو يكبر ويهلل والمسلمين جميعا كبروا لتكبير هذا الشاب وفرحوا جدا انه انتصر على هذا الرجل الضخم المبارز الكبير دوت. ولما رجعوا فشافوا يزيد بن المهلب بن ابي صفرة فقال لله ابوه من فارس، من هذا الرجل؟ مين الشاب اللي عمل العملة الجميلة ديت ودخل قتل الرجل ده؟ قالوا هذا شاب أصابته أو باركته دعوات محمد ابن واسع الأزدي. في اللحظة دي يا جماعة ميزان القوة خلاص اختل عند الأتراك، لأن هزيمة هذا الرجل عملت عندهم يعني دربكة جامدة جدا ونزلت الروح المعنوية عندهم، وفي نفس الوقت رفعت الروح المعنوية بشكل قوي جدا عند المسلمين بفضل الله، ودخلوا على طول وبدأوا يقاتلوا هذا الجيش العرمرم القوي. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد فترات بسيطة جدا كانت النصرة لصالح جند المسلمين، والقائد بتاعهم والملك بتاعهم لم يجد بدا من المصالحة. طيب هنصالحك على ايه؟ هتقدم ايه؟ بدأ يقدم العروض اللي هو بيعرضها علشان يحصل ويتم الصلح. ايه هي العروض؟ قال لهم هقدم لكم 700,000 درهم، منهم 400,000 كاش هتاخدوهم دلوقتي و300 يتبعت لكم بعدين. طب وايه تاني؟ قال لهم هبعت لكم 400 دابة محملة بالزعفران. وايه تاني؟ و400 رجل يعني في ايد كل واحد منهم كأس من الفضه وعلى راسه برنس من الحرير وعلى البرنس قطعه من الحرير لتلبسها نساء الجند المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعد ما انتهت المعركه يزيد بن المهلب بن ابي صفر راح مشاور للخازن بتاعه، قال له انا عايزك تعد لي الغنائم كلها تشوفها لي قد ايه. قعد هو والجنود اللي معاه يحاولوا يعدوا الغنائم، ما حدش قادر يعد من كتر الغنائم بفضل الله سبحانه وتعالى. فتم تقسيم الغنائم بعد ما خدوا منها الخمس وأرسلوها إلى بيت مال المسلمين، والأربع تخماس بيتوزعوا بين المجاهدين، فوزعوا الغنائم بين المسلمين بالتسامح لأنهم كانوش عارفين يعدوا الغنائم قد إيه بفضل الله. لكن كان في موقف هنا من أعجب المواقف ومن أروع المواقف اللي في الدنيا دي كلها، إن هم في وسط المعركة دي وجدوا تاج، التاج دوت مصنوع من الذهب الخالص ومحلى بالدر والياقوت والجواهر، تاج غالي جدا. والتيجان بتاعت الناس الزعماء اللي في البلاد اللي كانت بره ساعتها كان التاج ممكن يوصل تقله ل 30 كيلو ذهب،
او 40 كيلو، يعني لدرجه ان بيقال ان التاج بتاع كسرى كان 90 كيلو. طب 90 كيلو بيشيله ازاي؟ قال ما كانش بيشيله، كان بينزل بسلسله من السقف وينزل لحد راسه، فيلبسه بعد ما يخلص الجلسه مع اللي جايين له يعني وكده مع زواره، كان يشاور لهم اشاره فيرفعوا ايه؟ يرفعوا التاج من على راسه. تخيل 90 كيلو ذهب. فده تقول مثلا حتى كان 30 كيلو ذهب ولا 40 كيلو ذهب. فاتفق يزيد بن المهلب بن ابي صفره مع الجنود على موقف معين، بس يعني ايه، راح الاول سالهم سؤال، قال لهم اترون احدا يزهد في ذلك التاج؟ يعني انا لو عرضت التاج ده على اي حد في الدنيا ممكن يزهد فيه؟ قالوا له طبعا، يعني اصلح الله الامير، ما فيش حد في الدنيا ممكن يزهد في التاج ده، انت لو عرضته على اي انسان هيقبله. قال لهم لكن في واحد بقى وانا متاكد بالكلام دوت، لو عرضت عليه التاج دوت وقده 100 مره هيزهد فيه وهيرفضه. قالوا له مين؟ قال لهم انتظروا، وراح منادي واحد من الجنود بتوعه وقال له انده لي محمد بن واسع. الكلام ده بعد ما رجعوا بقى. فبعد ما نادى محمد بن واسع فقال له يا امام احنا وجدنا التاج دوت، التاج ده مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالدر والياقوت والمرجان واحنا اتفقنا انا والجنود بتوعي كلهم اتفقنا بان احنا متسامحين في هذه المساله، وان احنا هنديك التاج دوت هديه ليك على رفع الروح المعنويه للجيش واحنا كلنا متفقين. قال له ماذا اصنع بهذا التاج؟ رحمك الله ايها الامير. قال له يعني ده هديه بسيطه. قال له لا اريد والله ولا اريد شيئا من الدنيا. فقال له والله لا تقبله، لازم تقبله. فقال انا لله وانا اليه راجعون، كان حصلت مصيبه يعني، فقال انا لله وانا اليه راجعون، وراح واخد التاج وخارج بيه. فالجنود بصوا للامير قالوا له طب انت بتقول ان هو مش هيقبله، ادي قبله اهو، واخد بالك؟ قال لهم انتظروا بس، استنى شويه. فراح منادي على واحد من الجنود بتوعه قال له عايزك تمشي وراه وتتسحب كده وتراقبه من بعيد لبعيد، بس اوعى يشوفك وشوف هيتصرف ازاي في التاج دوت. فخرج محمد بن واسع ومشي في طريقه ومشي وراه الجندي ده وبدا يتسحب ويستخبى ورا الاشجار والاحجار عشان ايه محدش يشوفه. وهو ماشي محمد بن واسع وطالع على الخيمه بتاعته، فجاه لقى راجل فقير جدا جدا، فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله. فبيبص في جيوبه مفيش فلوس، فرح باصص للتاج وبعدين بص يمين وشمال وقدام وورا ما لقاش حد، قال له خد ده انا مش عايزه. يعني ايه؟ وبقى فرحان جدا كانه اتخلص، يعني كانت مصيبه او هم كبير مثلا على قلبه وهو اتخلص منه، وراح مديله التاج وماشي. طبعا الجندي ده اول ما شاف الموضوع ده راح داخل على الرجل الفقير ده قال له تعالى انت رايح فين؟ وراح واخده داخل بيه على امير الجيوش يزيد بن المهلب بن ابي صفره، وراح قال له في الوقت دوت قال له يعني احنا هنرضيك باي مبلغ وبس سيب التاج دوت، ده التاج ده كنا عاملين كذا والوضع كذا، وراح حكي له القصه وراح واخدين منه التاج، والجنود ما زالوا جالسين. قال لهم ايه رايكم؟ شفتوا بقى ان فعلا الرجل ده يزهد في هذا التاج وفي امثاله الف مره؟ سبحانك يا رب. فكان موقف عجيب جدا من اعجب المواقف التي حدثت. تخيل حضرتك واحد جاي بيديك تاج 30 كيلو ذهب او 40 كيلو ذهب وانت ماشي في السكه فلقيت واحد فقير بيقول لك اعطيني مما اعطاك الله، رحت مديله التاج ورحت ماشي. يعني الموضوع يعني طبعا مش طبيعي بالمره. وفي وقت من الاوقات يعني مرت الايام واقترب موسم الحج، ومحمد بن واسع زي ما قلت لحضرتك كان لا يرى الا مصليا او صائما او ذاهبا الى عمره او حج او ذاكرا لله او تاليا كتاب الله او مجاهدا في سبيل الله. فلما انتهت الموقعه دي دخل محمد بن واسع على يزيد بن المهلب بن ابي صفره وقال له يعني تأذن لي ان انا اروح احج الى بيت الله سبحانه وتعالى. فحصل موقف هنا برضو كان في غايه العجب. ايه الموقف ده؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبي. هم كالملائكه مطهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا اسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نكمل قصه محمد بن واسع الازدي. جه موسم الحج يا جماعه، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره ويتابع لنا بين الحج والعمره اللهم امين. فراح استاذن من يزيد ابن المهلب ابن ابي صفر اللي هو قائد الجيوش الاسلاميه، فاستاذنه ان هو يروح حج الى بيت الله الحرام. فيزيد يعني قال له اذنك بيديك يا امام، يعني في اي وقت انت عايز تروح، انت اصلا ما انتش على قوه الجيش، ده انت راجل متطوع يعني جزاك الله خيرا، وكفايه اللي انت عملته معانا وموقفك الجميل معانا ربنا يبارك فيك. ثم اعطاه كيسا من المال، قال له ما هذا؟ قال له تستعين به على رحلتك الى حج بيت الله الحرام. فراح يعني محمد بن واسع ساله سؤال جميل جدا،
قال: وهل أمرت بمثل ذلك لكل جند من الجنود؟ قالوا: لا، هذا خاص بك. قال: لا، لا حاجة لي بشيء أخص به من دون جند المسلمين. ثم ودعه وانصرف. طبعا الأمر ده كان شق جدا على يعني يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أن محمد بن واسع يسيبهم في الوقت دوت، لأن هم فعلا كان وجوده في وسط الجنود كان بيرفع الروح المعنوية في أي موقف بفضل الله سبحانه وتعالى. تمر الأيام وتيجي سنة 87 هجرية، وكان قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة القائد المظفر، القائد العظيم اللي فتح بلاد عظيمة جدا من بلاد المسلمين يعني، ونشر الإسلام في بقاع الأرض، أراد أن هو يعني يتوجه من مدينة مرو إلى مدينة بخارة، وعقد العزم على أنه يفتح بلاد ما وراء النهر، وأنه يغزو أطراف الصين، وان هو يضرب عليه ينشر الاسلام، وان رفضوا ان يضرب عليهم الجزية. لكن قتيبة بن مسلم لما طلع وكان معاه في الوقت دوت محمد بن واسع، كان طالع معاه برضه زي ما قلت لحضرتك، لا تجد اي خروج الى الجهاد في سبيل الله الا وتجد من اوائل هؤلاء اللي طالعين ويتطوعوا للجهاد في سبيل الله كان محمد بن واسع الازدي، رغم ان هو خلاص اصبح شيخ كبير في السن ومعذور يعني ليس عليه جهاد، ورغم ذلك خارج للجهاد. و كلما قال له أنت شيخ كبير قال: المولى عز وجل لم يعذر أحدا، قال: انفروا خفافا أو ثقالا. يعني لابد ان احنا نخرج، يعني لازم نطلع، يعني ايه ما دام ربنا قال او ثقالا يبقى لازم نطلع، وانا يعني اما ان اكون خفيفا او ثقيلا، ولا احب ان اكون ثقيلا، فلابد ان انا اطلع. فكان دايما يعني يشارك في كل الفتوحات الاسلاميه، وخرج مع قتيبة بن مسلم. ولكن حصل مفاجاه كبيره جدا لا تخطر على قلب بشر، وكان فيها مأساة، وكاد الجيش المسلم أن يعني يهلك عن آخره. بمجرد ما قتيبة بن مسلم عدى نهر اسمه سيحون، نهر سيحون ده خلاص بعد نهر سيحون هيدخل بقى على بلاد ما وراء النهر، ويبتدي بقى أنه يغزو بلاد الصين إلى غير ذلك، لحد ما وصل لبخارة. أول ما قرب من بلاد بخارة، بلاد بخارة عرفوا أن المسلمين جايين، على طول دقوا طبول الحرب وأعلنوا كل الدول اللي حواليهم أن المسلمين جايين عشان يغزوا بلاد بخارة وبلاد الصين، وتجمعوا الناس من كل مكان، من الترك ومن الصين وبلاد بخارة وكل البلاد اللي حواليهم، وعملوا كتلة بشرية لا تخطر على قلب بشر، أصبحوا أضعاف أضعاف عدد المسلمين بشكل لا يخطر على قلب بشر. وبدأوا يعملوا إيه يا جماعة؟ بدأوا يسدوا كل الثغور والمنافذ، يعني المسلمين دخلوا في منطقة معينة لو حبوا يرجعوا ما يعرفوش يرجعوا، لأن هم سدوا الثغور اللي حواليهم داير داير، يعني الطرق اللي من هنا تسدت واللي من هنا تسدت واللي من هنا واللي من وراهم، لو حاولوا المسلمين يرجعوا ما يقدرش يرجعوا، لو حاولوا يتقدموا ما يعرفوش يتقدموا. حبس المسلمين في النص وسابوهم لمدة شهرين متتابعين، وكانت مأساة كبيرة جدا جدا فوق ما تتخيل. عسكر قتيبة بن مسلم بالقرب من مدينة اسمها بكند، وأصبح مش قادر لا يتقدم ولا يتأخر، ولا قادر حتى يطلع سرية عشان تعرف أخبار الجيش اللي قدامه عاملة إزاي، ما بقاش عارف يتحرك خالص، وبقى محبوس في مكانه. ووصل الخبر لبلاد المسلمين بموقف قتيبة بن مسلم واللي حصل له، وبدأ الأئمة الكبار يوصوا، والأمراء والخلفاء يوصوا الأئمة في المساجد إن لابد في الصلوات الخمس يقنطوا للدعاء لجيش المسلمين ولجيش قتيبة بن مسلم. وفي خطبة الجمعة بدأ الأئمة الكبار يطلعوا على المنابر ويدعوا أن ربنا ينصر قتيبة بن مسلم وجيش قتيبة بن مسلم، وأن ربنا ينجيهم من هذا الهم والغم الكبير، وأن ربنا ينصرهم على أعدائهم. وبقدر الله سبحانه وتعالى يعني خرج عدد كبير جدا من جيوش المسلمين. وكان يعني عفوا نسيت أقول لكم أن لما طلع قتيبة بن مسلم كان في الأول محمد بن واسع كان لسه ما طلعش معاه، وبعد كده طلع عدد كبير جدا من جيوش المسلمين من كل بلاد العالم بدأوا يطلعوا لنجدة جيش قتيبة بن مسلم. وكان من ضمن اللي طلعوا لنجدة جيش قتيبة بن مسلم كان محمد بن واسع الأزدي. وصل محمد بن واسع لأرض الجهاد ووصل هناك، وطبعا كان عدد الكفار عدد لا يخطر على قلب بشر. وبدأ محمد بن واسع بدوره الجميل جدا والفعال، ابتدى يخش وسط الجنود
ويذكرهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وما تخافوش وقدامكم الجنة. إما والمولى عز وجل وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما ربنا ينصركم يا إما تنالوا الشهادة وتبقوا في جنة عرضها السماوات والأرض. فأنتوا في كل الأحوال أنتم الكسبانين وانتم الفايزين، وهم لو مات واحد منهم على كفر سيدخل النار، ولو انتصر فهو نصر مؤقت وان شاء الله ربنا هينصرنا. وتاكدوا انه وما النصر الا من عند الله، وبدا يبث الروح المعنويه وبدا يرفع الروح المعنويه بين المسلمين، حتى من الحمد لله ارتفعت الروح المعنويه. وفجاه قتيبه بن مسلم قرر ان يبدا الجهاد ثاني يوم، وراح منادي على واحد من الجنود وقال له يعني اللي هو ومجموعه من الجنود، قال التمسوا لي محمد بن واسع، روحوا دوروا لي على محمد بن واسع، انا عايزه دلوقتي، عايزه دلوقتي حالا. فراحوا فلقوا محمد بن واسع متكئ على عصا رافعا يديه الى السماء ويقول وهو يبكي ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انهم خرجوا من ديارهم يبتغون نشر دينك واعلاء كلمتك وكذا وكذا ونصره سنه نبيك، اللهم نصرك الذي وعدت، وعمال يدعو ويبكي. فما رضوش يقطعوا عليه الدعاء، فراحوا راجعين لقتيبه بن مسلم قالوا له: وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو. فقال لهم قتيبه بن مسلم: ابشروا والله بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء، يعني هو بيدعي، أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. وبالفعل كانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. التقى الجيشين في اليوم التالي، وكان قتل البشرية يا جماعة آلاف مؤلفة، مئات الألوف داخلين، والتحم الجيشان وكانوا يكبرون ويهللون في ساحة الجهاد. ومحمد بن واسع يقول: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. فكانت النصرة بفضل الله لجند المسلمين. وعند ذلك سألوا قتيبة بن مسلم الصلح والفدية، وكان من جملة الأسرى كان واحد من القواد اللي كانوا في الجيش اللي قدامهم، كان رجل خبيث وهو كان أكتر واحد بيقلب الجيوش دي على المسلمين. فراح لقتيبة بن مسلم وقال له: أريد أن أفدي نفسي أيها الأمير. قال له: تفدي نفسك بإيه؟ قال له: ب5,000 صينية تمنها 1,000,000 دينار، هديك 5,000 صينية من صنع الصين تمنها 1,000,000 دينار. فقتيبة بن مسلم سأل الجنود قال لهم: ايه رأيكم؟ قالوا: طب ده شيء كويس، يعني 1,000,000 دينار ديت هتكون عونا لنا على ان احنا نجيب سلاح وان احنا نجاهد ونكمل، يعني هتعيننا بفضل الله. فراح قتيبة بن مسلم سأل محمد بن واسع قال: ما رأيك يا إمام؟ فقال لهم: يعني أيها الأمير، إن المسلمين لم يخرجوا من ديارهم لجمع الغنائم ولا لتكديس الأموال، وإنما خرجوا مرضاة لله ونشرا لدينه في الأرض وقهرا لأعدائه. يعني عايز أقول له ما تقبلش منه الفدية، لأن الراجل ده هو اللي قلب عليك كل الجيوش ديت، فأنت هتقبل منه الفدية ليه؟ بالعكس، ده أول واحد لازم تقتله. فقال: جزاك الله خيرا يا إمام، والله لا أدع هذا الرجل يروع امرأة مسلمة بعد الساعة، ولو بذل ماله كله فداء لنفسه لقتلته. ثم أمر قتيبة بن مسلم بقتل هذا الرجل، فقتل بفضل الله سبحانه وتعالى. محمد بن واسع كان زاهد جدا في الدنيا، كان لا بيبحث على منصب ولا بيبحث عن شهرة ولا عن مال ولا عن ثراء ولا عن أي حاجة يا جماعة، رجل نوعية خاصة، يعني خامة بجد صعب جدا تلاقيها في زماننا ده. واحد عمال في العبادة تلاقيه، في الجهاد تلاقيه، في كل حاجة تلاقيه. طب ده رجل مشهور بقى والدنيا كلها عارفاه، ورغم ذلك لا يريد شيء من وراء الشهرة، لا بيجمع فلوس ولا بيجمع تبرعات ولا بينصب على الناس ولا بياكل فلوس الناس ولا عايز من وراء الموضوع ده زعامة ولا شهرة ولا عايز يعمل نفسه بطل قومي ولا أي حاجة. هو لا يريد أي شيء من الدنيا إلا أن ربنا يرضى عنه. ولذلك ذهب إليه محمد ابن المنذر اللي هو قائد شرطة البصرة، وقال له: إن أمير العراق طلب مني أن أدعوك لمنصب القضاء، يعني أمير العراق طلب إن أنا أعينك قاضي البصرة. فقال: عافني، والله لا أريد شيئا، عافاكم الله. فقال له: لابد، ده الأمير بنفسه اللي طلب، قال له: عافني. قال له، فالراجل اتنرفز، قال له: والله لتتولين القضاء أو لأجلدنك 300 جلدة،
والله يا اما تتولى القضاء يا اما هجلدك 300 جلدة وهشهر بيك بين الناس. فقال ان فعلت ذلك فانت ممكن، انت معاك سلطتك تقدر تعمل اللي انت عايزه، اما انا فلا اريد. فان كنت عايز تعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه، اما انا فلا اريد. واعلم ان معذب الدنيا خير من معذب الاخره. فالراجل حس بشيء من الخجل واتكسف، يعني قال يعني انا عمال بكلم رجل امام علم وبقول له اجلدك وشهر بيك لو ما تولدش منصب القضاء، والراجل زاهد مش عايز حاجه من الدنيا. فيعني قال سامحني يا امام، وراح انصرف قائد الشرطه وهو في غايه الخجل من هذا الامام العلم. محمد بن واسع كان مجلسه في البصره كان مليء بطلاب العلم، وكان يعني كتب التاريخ ذكرت وسجلت مجالس عظيمه جدا في مجلس محمد بن واسع الازدين، وكان دايما يواصي طلابه بحاجتين، بالقرآن وقلة الطعام. كان يقول لهم ايه؟ يقول لهم القرآن بستان المؤمن، فإنما حل منه نزل في روضة. كما كان يوصيهم بقلة الطعام فيقول من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق. اللي يقل طعامه هيفهم ويفهم وقلبه يصفه يكون رقيق جدا، رقيق المشاعر بسبب قلة الأكل بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان في قمة الورع لدرجة إن في يوم من الأيام راح السوق عشان أعزكم الله يبيع الحمار بتاعه. فواحد راح يشتري منه الحمار. فبيقول له يا إمام أترضاه لي؟ قال له لو رضيته لنفسي ما بعته. يعني ما ضحكش عليه بقى وقال له ده حمار في الأوبشن بقى وإمكانيات كلها وأوتوماتيك وكده وفتيز غرز وحاجات كده. فقال له لو رضيته لنفسي ما بعته. قال أنا إذا كنت أنا ما رضيتش لنفسي ولا هبيعه، هرضاه ليك إزاي؟ فكان في غاية الورع والأمانة، شيء عجيب جدا. وتمر الأيام الجميلة بسرعة، وحياة محمد بن واسع الأزدي مليئة بالبذل والعطاء والتضحية والفداء. ومرض محمد بن واسع مرض الموت، وتكاثر الناس عليه حتى يعني غص منزله بالداخلين، فإذا به لا طبعا بيته مليان ناس، متعبأ ناس في يعني عدد كبير جدا من الناس. فراح باصص على واحد قريب لي من أحبابه وقال له إيه؟ قال له أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدا بالنواصي والأقدام. بيقول له قل لي الناس دي هتغني عني ايه لو يوم القيامه اخذت بالنواصي والاقدام لالقى في النار؟ وما ينفعوني اذا القيت في النار. ثم اقبل على ربه وجعل يقول، اسمع بقى الكلمات اللي قالها عند الموت، اللهم اني استغفرك من كل مقام سوء قمته، ومن كل مقعد سوء قعدته، ومن كل مدخل سوء دخلته، ومن كل مخرج سوء خرجته، ومن كل عمل سوء عملته، ومن كل قول سوء قلته. اللهم إني أستغفرك من ذلك كل فاغفره لي، وأتوب لك منه فتوب علي، وألقي إليك بالسلام قبل أن يكون لزاما. ثم فاضت روح محمد ابن واسع الإمام العلم القدوة الزاهد المجاهد الذي كان يسميه الحسن زين القراء، اللي كانت الدنيا ما تسويش عنده أي حاجة، اللي زهد في كل كنوز الدنيا وكل مناصب الدنيا. يا ريت نجعله قدوة لينا زي ما جعلنا قدوتنا الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من تربى بين يدي النبي وبين يدي أصحاب النبي هم أيضا يعني منارة لنا لنعرف كيف نصل إلى طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني معادنا بكرة إن شاء الله مع تابعين جليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.